بيتقال ان احنا عندنا مشكلة ومزنق محطوطين فيه، انه الاتحاد الافريقي بعت لنا قال لنا فين الفرق بتاعتكو علشان تبقوا جاهزين، واحنا الوقت عندنا عدى ومش عارفين نبعت له فين. يعني ايه الحكاية؟ الدوري هيكمل ازاي او ما يكملش ازاي؟ معانا الاستاذ عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، اهلا بيك يا فندم. يا عمرو بيهز حضرتك، هل فعلا احنا عندنا ورطة؟ هل فعلا الاتحاد الافريقي بعت لنا قال لنا فين الاربع فرق بتاعتكو وفي وقت معين لازم نبعت فيه اسماء الفرق؟ اه طبعا، هو في موعد 30/6، الاتحاد الافريقي محدد يوم 30/6 عشان نقدر نعد الاسماء الاربع انديه بتوعنا اللي هم هيمثلوا مصر، اثنين في ابطال الدوري واثنين في الكونفدراليه. فاحنا لازم قبل 30/6 نكون مخلصين الدوري. اه ان شاء الله، يعني حتى ممكن تكون متحدده قبلها، مش لازم نكون خلصنا الدوري، لان ده مرتبط بنادي الزمالك ووصوله للدور النهائي ان شاء الله ربنا يوفقه. في حاله وصول الزمالك للدور النهائي هيتبقى كم مباراه لازم يتلعبوا بعد بطوله امم افريقيا، لان الزمالك هيبقى عنده مؤجلات، لانه عنده مباراه يبدا يوم الاحد ان شاء الله، المباراه الاولى، وبعد كده المباراه الثانيه لحد اللي بعده يوم 5. وان شاء الله في حاله نجاحه في الوصول للدور النهائي، المفروض ان هو هيلعب يوم 26 المباراة الأولى النهائي، المباراة الأولى 19 والثانية 26، يعني الزمالك يخلص بطولة أفريقيا يوم 26/5 إن شاء الله. أيوة، هل هنلحق ندي الكاف الأربع فرق اللي هتبقى جاهزة في هذا الأمر؟ على الأقل هيبقى عندنا ثلاث فرق اللي هم هيبقوا واضحين بالنسبة لنا، اللي هو أول وثاني وثالث الدوري، لأن إحنا لسه عندنا مباريات هنوقف ان شاء الله يوم 3/6 اخر مباراه عشان المنتخب يتجمع يوم 6/6 يخش المعسكر بتاعه لتحضير بطوله امم افريقيا يوم 21/6 ان شاء الله. فاحنا ان شاء الله عمرو بيحرب عندنا فرصه ان احنا في الوقت دوت هيكون غالبا هيتحدد اول وثاني وثالث الدوري، يتفضل بطل الكاس اللي هو الفريق الرابع اللي هو هيبقى في الكونفدراليه مع ثالث الدوري. فده ان شاء الله ممكن احنا من الاتحاد الافريقي ممكن نحدد ثلاثه. هو الاتحاد الافريقي ينفع نبعت له ثلاثة ونقول له هنبقى ببعت لك الرابع بعد كده؟ ممكن ممكن كابتن هاني ان شاء الله ممكن، لان احنا عندنا موسم استثنائي، الاتحاد الافريقي اللي حطينا في الموقف دوت لانه عمل مرحله استثنائيه وموسم استثنائي. الموسم دوت عمل بطولتين افريقيا في موسم واحد، ابطال دوري وكونفدراليه، في نفس الموسم اللي فيه 5 أجندة رسميه للمنتخب الوطني الاول، بالاضافه الى طبعا كاس الامم الافريقيه اللي اتنقلت عندنا فأفرد بعض الملاعب. كل الأمور ديت الاتحاد الأفريقي نفسه سمى الموسم ده بالنسبة له موسم استثنائي، أول مرة بتبقى البطولة أمم أفريقيا في الصيف في شهر 6، قبل كده كانت بتبقى في يناير. يعني كل الأمور دي أمور استثنائية الموسم دوت. فطبعا أنا شايف أن الاتحاد الأفريقي مش هيحرمنا من الفرصة أن احنا إن شاء الله نحدد له قبل البطولة بوقت كافي الفريق الرابع. هل في أي احتمال أن الدوري يتلغي؟ لا ده صعب جدا، ده احنا من اول الموسم لو في النهاية تلغي كان تلغي من بدري، كل الصعوبات اللي احنا قابلناها في الموسم دوت، سواء من ملاعب سواء من تأجيلات أمنية سواء لتعديلات الدستور، ففترة طويلة ما لعبناش الأسبوع اللي فات، بنلعب مباريات معينة بس. عندنا النادي الأهلي هيلعب حوالي من 60 ل 65 مباراة، دي عمرها ما حصلت في تاريخ مصر إن في نادي يلعب في الفترة ديت، لأنه لعب بطولتين أفريقيا وصل النهائي، خلص البطولة في شهر 11 الموسم دوت، ولعب البطولة الجديدة في شهر 11 في نفس الشهر اللي نهى فيه البطولة اللي هي بتاعت الموسم الماضي. كل دي ضغوط طبعا حصلت، انما طبعا في اصرار من كل الامور وكل المنظومة في اتحاد الكورة والشباب والرياضة. بس يا فندم، لو يعني لو كاس افريقيا او بطولة الامم مهمة نلغي الدوري، ايه المشكلة يعني؟ لا هو هيتبقى كام اسبوع ان شاء الله، هنحاول نخلص قبلها ما قدرناش. هيبقى بعد البطولة هيبقى في بعض المباريات لثلاث اربع فرق اللي هم بيتنافسوا على القمه، هنضطر ان احنا نلعبهم بعد بطوله امم افريقيا، وده في حاله وصول الزمالك للنهائي ان شاء الله. حضرتك كنت سامع ان هم كل الفرق اللي او الاربعه الكبار يعني او الثلاثه الكبار اللي موجودين كلهم بيطالبوا ان هم عايزين يبقى في فرق 6 أيام بين الماتشات، هل تقدروا تعملوا لهم الكلام ده؟ لا طبعا، مش موجود في العالم كله الكلام دوت، لان اي نادي عنده ارتباطات صعب جدا. حضرتك بتشوف في كل الانديه في اوروبا بتلعب على ثالث يوم ورابع يوم، سواء سبت وثلاث او حد واربع، ويلعب السبت اللي بعده او الحد اللي بعده في الدوري بتاعه. كان ده ما بيحصلش دلوقتي عمرو بيه في اي حته في العالم في الانديه. شوف في اسيا برضو نادي الهلال السعودي
لعب كم من المباريات الموسم دوت غير طبيعي. فكل الأندية عندها مشاركات خارجية خارج الدوري بتاعها المحلي استحالة يلعب إلا بعد 4 مباريات بالكثير، يعني ده الزمن الطبيعي في العالم كله. بالإضافة إن كل الأندية بتاعتنا في الاجتماع اللي تم قبل بداية الموسم شرحت لهم كل الكلام دوت قدام مجلس إدارة الاتحاد وقدام 18 نادي، وقلت لهم على كل الصعوبات اللي هتقابلنا، وكانوا طلبوا 5 لعيبة زيادة عن القيد أن يبقوا 30 بدل 25 عشان يتحملوا الضغط دوت، والاتحاد وافق لهم إن هم ياخدوا 5 لعيبة زيادة من يناير. يعني كل الأمور دي بتحصل في والضغوط في العالم كله. طب إن الزمالك كان طالب تأجيل مباراة الإنتاج، هل ده هيحصل؟ والله ممكن يحصل في حالة إن الزمالك يتضغط بين المباراتين بتوع القبل النهائي والنهائي، وده بيتم المناقشة دلوقتي فيه مع المسؤولين بنادي الزمالك، لأن نادي الزمالك النادي الوحيد دلوقتي اللي عنده المشاركات خارجية. وبالتالي الأهلي طبعا لما كان بيلعب في وكان عنده مؤجلات كتير كان بيلعب يومين والتالت يومين والتالت، فهنشوف ايه اللي هيريح الزمالك اكتر ان شاء الله وبنتناقش فيه عشان ما نضيعش الفرصه بتاعت نادي الزمالك للوصول للدور قبل النهائي. استاذ عامر حسين رئيس لجنه المسابقات بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.